مشاهدينا وصلنا للفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم ومعانا الزميل صبحي عطري اللي راح يقدم لنا مجموعة من الأخبار واللقاءات الهامة لليلة. مساء الخير صبحي. مساء الخير هدى. مساء الخير لكل مشاهدينا. في فقرة الليلة، حفل ضخم لفنان العرب محمد عبده ضجت به دبي ليلة البارحة، ولقاء خاص معه، وإضاءة على مسلسلات شبكة قنوات روتانا في رمضان المقبل. نبدأ أخبارنا مع الحدث الأبرز الذي شهدته دبي ليلة البارحة، وهو الحفل الضخم الذي أحياه فنان العرب محمد عبده، وذلك بعد حوالي 3 أعوام لآخر ظهور في حفل كبير له، وبعد أن من الله عليه بالشفاء الكامل واستعاد لياقته الجسدية. عانق أبو نورة جمهوره مساء أمس بالأغنيات. الحفل الذي نظمته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وبمتابعة مميزة من مدير الشركة الأستاذ سالم الهندي الذي رافق الفنان محمد عبده في البروفات، تقرير خاص يرصد أجواء الحفل. عاش عشاق الفن الأصيل ليلة من العمر مع فنان العرب محمد عبده في دبي، حيث غصت الصالة الكبيرة بالحضور الجماهيري الذي أعلن محبته وفرحته بعودة أبو نورة في أول حفل جماهيري ضخم ترعاه روتانا. هذا يوم كتير كبير، يوم مهم وتاريخي فعلا. الكل كان بيترقب محمد عبده، والليلة راح تكون ليلة كبيرة. محمد عبده يعني أغاني إحنا عشنا عليها من وإحنا أطفال، وكبرنا وعشقنا وتزوجنا وحبينا على أغاني. إن شاء الله بنورة بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. بعد غيبة أكثر من 3 سنوات أكيد حيكون سعادة مو بس للشعب السعودي، لكل الشعوب العربية. حينما يغيب محمد عبده على المسرح يختفي المسرح الغنائي، وحينما يعود محمد يعود المسرح ويعود الحركة الفنية في الساحة الغنائية. مرة محظوظة ومرة سعيدة أني أنا موجودة اليوم. بالرغم من أن الفنانين في عمره فضلوا الاعتزال والجلوس في بيوتهم، فهذا يدل على أن محمد عرب فنان متجدد، إلى جانب أن حضوره الليلة بعد غياب من أجل جمهوره أعتقد أنه وفاء لجمهوره، وجمهوره رد له الوفاء اليوم بهذا الحضور الكبير. شهد فنان العرب بأروع أغنياته من أغنيات جديدة طرحها في ألبومه الأخير بعلن عليها الحب، ومنها القديمة. ومن الأغاني التي غناها بعلن عليها الحب نجم عالي، استحالة أنساك، أسمع صدى صوتك، عالبال، مجموعة إنسان، ولنا الله، بالإضافة إلى الأغنيات التي طلبها الجمهور. تجدر الإشارة إلى أن الحفل سيبث كاملا على قنوات روتانا خلال أيام عيد الفطر المبارك. أما ماذا قال فنان العرب عن عودته وعن ألبومه الجديد وفرحته بلقاء جمهوره، نتابعه في هذا اللقاء الخاص الذي أجريته معه. مساء الخير فنان العرب محمد عبده. مساء النور، سرور، يا هلا. شرفتنا بشاشة روتانا أو بيتك هي بالأحرى، ما في شك. اليوم الناس كلهم عم ينتظروا هالإطلالة ليعرفوا أول شيء صحتك كيف، طمنا عليها. الحمد لله بفضل الله طيب، كل شيء تمام الحمد لله. نحن على موعد مع حفل كبير في دبي بالمركز التجاري، شو حتقدم لجمهورك؟ في كتير ناس جايين، وخاصة أنه عطلة بالسعودية أيضا. روتانا إن شاء الله بكرة حتفاجئنا بأغاني جديدة، وإن شاء الله هي يعني أعدت كل العوامل التي من شأنها نجاح الحفل.
ما قصرت بالنسبة لكل شيء، بالنسبة للصوت، بالنسبة لحضور الفرقة المبكر، البروفات، الديكور، المسرح، الحضور. فربنا إن شاء الله أيضا يوفقنا غدا إن شاء الله في يعني مزاج حلو كده، أيضا يضفي إلى هذه المجهودات اللي قدمتها روتانا، إن شاء الله يكون حفل حلو. كل الناس يمكن عم تعلن أشياء بعالمنا العربي سيئة، أنت أعلنت الحب بهذا الألبوم، خلينا نحكي عن ميزة هذا الألبوم بمحطة بحياة محمد عبده، شو تميز هذا الألبوم؟ بعلن عليها الحب، هذا نص راح ضحيته إنسان كان يعني يخلق الحب للناس اللي هو فايق عبد الجليل رحمة الله عليه. فنحن اليوم بنعيش عن أحداث طبعا للأسف الشديد دامية ومؤلمة، والذي كان دائما يتحدث عن الحب في هذه القصة هو وقع ضحية هذه الآلام. فالألبوم الذي يحمل بعلن عليها الحب أيضا في بعض الأغاني يعني مشكلة أو مختلفة الألحان كذا كلمات. بقولها الليلة بقولها وهدم جدار الخوف بيني وبينها. عدى علي كل الألبوم تصور 9 أغاني، صورنا منه 5 أغاني جلسات، وصورنا 4 أغاني فيديو كليب إن شاء الله ستظهر قريبا بعد المونتاج الصحيح. يعني مثل ما أنا عرفت هيك من باك ستيج شوي إنه الأغاني أنت كمان ظاهر فيها بطريقة جديدة، حتى شكل الكليب جديد، اخترت تجدد وتلاحق عصر الشباب بالكليب. لا هو الشباب بالمرة ولا العواجيز خالص، يعني في النص خليت نفسي في الوسط يعني. يا لطيف يا لطيف ألطف علي تحت روتانا باب الحفلات والمسارح الكبيرة الأستاذ محمد عبده، وين حيشوفوك الناس اللي بيحبوك أيضا بعد هاي الحفلة؟ شو عندك مشاريع؟ احنا مقبلين على شهر كريم إن شاء الله، فيها بعد رمضان فيها حفلات ستكون في لندن في العيد إن شاء الله، وفي الحفلة الأوركسترالي السيمفوني سيقام أيضا على شهر 11 أو 12 في قطر في الدوحة إن شاء الله. ما شاء الله. نهاية بدي أتشكر وجودك، أهلا بعودتك مرة ثانية. شكرا. والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا
نتمنى لأبو نورة دوام الصحة والعافية وأن يسعدنا دوما بصوته وأغانيه التي تعبر الروح والوجدان. إلى الفنانة أصالة التي أطلقت كليبها الجديد لأغنية روحي وخداني هذا الأسبوع على القناة الخاصة بها على يوتيوب، ولكن وكان الكليب قد صور بين القاهرة وقبرص تحت إدارة المخرج طارق العريان في عدد من الأماكن الساحلية. لكن على ما يبدو أنه كما حصل مع عدد من الكليبات العربية، رصدنا بعض التشابه بين كليب أصالة الأخير وإعلان للسياحة في المكسيك من حيث شكل أماكن التصوير وتصوير بعض المشاهد وأيضا ما ارتدته أصالة في الكليب، لنشاهد نقاط الشبه بين الكليب والإعلان. لا نعلم إذا كانت فكرة الكليب مقصود أن تأخذ من فكرة الإعلان أم أنها الصدفة البحتة وتوارد الأفكار خلف هذا التشابه. من دراما الكليبات إلى دراما رمضان وما ستقدمه شاشة روتانا خليجية ومصرية وإل بي سي في رمضان المقبل من مسلسلات، حيث ستكونون على موعد مشاهدينا مع باقة من أهم الإنتاجات الدرامية العربية في رمضان المقبل يلتقي فيها نجوم العرب على شاشة روتانا. وهذا تقرير لبانوراما مسلسلات رمضان في روتانا، لنتابع. تعود هذا العام شاشة روتانا خليجية لتقدم نخبة من أهم الإنتاجات العربية الدرامية في رمضان، حيث يعود الفنان فايز المالكي مع الجزء الرابع من مسلسل سيكتوم بيكتوم ليسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والصعوبات التي تواجه الإنسان في حياته وكيف يمكن أن تؤدي إلى تغيير مفاهيمه وأفكاره. لا يوفق يا فهل مطحس يا ولي ويلاه، يلا سترك وش ذا المدورة تحتي في كورة تحتي ياف. يواصل الجزء الثاني من مسلسل شفت الليل ما بدأه الجزء الأول باستعراض يوميات العاملين في الشفت الليلي في إحدى محلات السوبر ماركت الكبيرة، العمل من بطولة مشعل المطيري، محمد القس، دريعان الدريعان، وإخراج ثامر السيخان. للدراما المصرية حصة كبيرة في رمضان في هذا العام، حيث تقدم لكم الفنانة الكبيرة ليلى عروي مسلسل فرح ليلى. المسلسل يستعرض قصة حياة ليلى البنت المصرية من الطبقة المتوسطة التي تجاوزت 40 من عمرها دون زواج بسبب خوفها من أمر معين ستكشف عنه أحداث المسلسل. يشارك في العمل عدد من نجوم الدراما المصرية، والعمل للكاتب عمرو الدالي وإخراج خالد الحجر. تقول نعم للحب. مسلسل العقرب مسلسل اجتماعي لا يخلو من الإثارة، تدور أحداثه في إطار بوليسي اجتماعي ويحكي عن تناقضات المجتمع وعلاقات الحب والمصالح. المسلسل من تأليف حسام موسى وإخراج نادر جلال، ويقوم ببطولته الفنان الأردني منذر ريحنا والفنانة لقاء الخميسي وإيمان العاصي، محمد لطفي، منى فضالي، وأحمد راتب، وهالة فاخر. مسلسل أحلى الأيام مسلسل سيتكوم شبابي في إطار كوميدي اجتماعي شيق، مأخوذ عن فكرة مسلسل عالمي، وهو من بطولة مرهان وطارق الأبياري وإخراج أسد فولكار. هابي نيو يير. هلو أستاذ شيخ، تحب تلعب؟ أنا أحسن واحد ممكن يلعب. كريم ما بيعرفش. وي شادي. نعم. هو القميص ده أنت بتكويه ولا بترويه؟ مسلسل كوس بطولة النجم محمد هنيدي هو أول عمل في الوطن العربي يتم عرضه عن طريق تقنية 3D، ففي كل حلقة يتم تقديم مسلسل من المسلسلات الشهيرة على مستوى الوطن العربي، في نهاية كل حلقة يتم تقديم استعراض ضخم عن المسلسل الذي تم تقديمه. المسلسل من تأليف أيمن بهجة أمر وإخراج أحمد المهدي، ويشارك في العمل عدد من النجوم كضيوف شرف.
اللي بترموه؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. بقول لك في الليفينج. فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب. تعود الصبايا من جديد في الجزء الخامس، حيث تبدأ حكاية الصبايا في الجزء الخامس من بيروت، وهنا تلتقي بطلات هذا الجزء بعيدا عن ما شاهدناه في الأجزاء السابقة، وتبدأ الحكاية من بيروت. المسلسل من بطولة جيني إسبر، رانيا ملاح، هبة نور، ليليا أطرش، جوانا كريم، مريم حسين، نهال كمال، ومحمد خير جراح، ومعتصم النهار، وهو من إخراج محمود دوايمة. وين رايح؟ أداء الواجب. الله يسلمك. يعود الممثل سامي حسين من خلال مسلسل حاميها حرميها لإعادة تجديد شخصية التوأم فطين وميشو الذي سبق وقدمها في مسلسل اللص والكتاب، حيث قرر عمل نفس الشخصيات ولكن في سياق أحداث جديدة ومختلفة عن العمل الأول. يشارك في بطولة المسلسل الذي يخرجه عصام شعبان الفنانين مي كساب، عايد رياض، وأيمن زيدان. بارش ما أحبك وحياتك ما أقدرش. هذه كانت جولة سريعة على ما سنقدمه لكم في شهر رمضان المبارك من مسلسلات، علما أنكم ستكونون بموعد بحلقة خاصة سنبثها في الأيام القليلة المقبلة عن أهم ما ستعرضه شاشة روتانا من برامج جديدة ومسلسلات في شهر رمضان المبارك. أعاده الله عليكم بالخير والبركات. إلى هنا انتهت أخباري الليلة، أنا ألقاكم قريبا، إلى اللقاء وعودة لك هدى. يعطيك ألف عافية صبحي، وأخبارك صراحة وايد حلوة. مشاهدينا، قبل ما أختم حلقة اليوم بنتقل للزميلة غناء أميوني في بيروت عشان تعطينا أبرز أخبار وعناوين ببيروت لهذا اليوم. إليك غناء. مساء الخير هدى، كيفك يا هدى؟ يسعد مساكي. الحمد لله تمام، أنت شلونك؟ ولا كتير منيحة، خاصة أن الأجواء ببيروت كتير حلوة وطقس بيروت وشمس بيروت اليوم ولا أروع من هيك. ومثل ما بتعرف يا هودة، مثل كل نهار خميس نحن موعد ثابت حلقة خاصة بالأعراس، منحاول من خلالها نساعد كل عروس وعريس عم يتحضروا للدخول للقفص الذهبي من خلال الأمور اللي هن بحاجة لها قبل ما يدخلوا للقفص الذهبي. رح نبدأ حلقة اليوم مع ليتالو، هذا الموقع الساحر من أجمل الفانيوز بلبنان، لا يختاروا كل عروس وعريس حابين بعد يمكن ما نقوا فانيو لألون وعم يتحضروا لعرسهم لهيدا الصيفية، مع المديرة المساهمة بالمشروع كارلا الأسيس المرعب، منسق الأزهار أيضا معنا ألبير كنعان اللي رح يفيدنا بخبرته بهذا المجال على مدى 15 سنة، ماجي كيشيشيام مديرة العلاقات العامة بمؤسسة أرقفي للشعر المستعار أيضا رح تكون ضيفتنا، وختام حلقة الليلة يهودا مع شيف مارك فونتونيل، هو شيف بلجيكي بأوتيل الموفامبيك ببيروت، رح يفيدنا أيضا بخبرته وبمجال أكيد المأكولات والحلويات اللي لازم تكون موجودة بالأعراس، إضافة إلى فقرات عديدة ومنوعة وأكيد بتصب بخانة العرس أو التحضيرات لكل عروس وعريس عم يتحضروا لها المناسبة الخاصة والمميزة. إذن هيدي هي يهودا أبرز فقرات حلقة الليلة من ببيروت، ندعي جميع المشاهدين بعد لحظات قليلة ينضموا لإلنا. يعطيك ألف عافية غنى، وصراحة أنا قاعدة أشوف الجو، شكل الجو وايد وايد حلو عندكم. أبي أدعي كل المشاهدين أنهم ينضموا للإلبسي الفضائية اللبنانية ويشوفون برنامج ببيروت مباشرة بعد برنامج سيدتي. إحنا برنامجنا خلص اليوم، باكر عندنا مواضيع متنوعة جدا لازم تشوفوها. تصبحون على خير وأشوفكم باكر.